لكل شيء بداية ونهاية، هذه حقيقة أساسية، ولكن لبعض المخلوقات أعمار طويلة يقدرها الله سبحانه وتعالى، والتي يمكن أن تصل إلى آلاف السنين، حيث أنها لا تشيخ ولا تكبر، وتتجدد حياتها دوريا بقدرة الله تعالى. في هذا التقرير سنعرض عليكم 7 حيوانات ومخلوقات عجيبة يمكن أن تعيش حتى نهاية الزمان. ابقوا معنا. التارديغراد، مخلوقات مجهرية تعرف باسم تارديغراد، قادرة على البقاء على قيد الحياة في ظروف مستحيلة حسب وصف العلماء. هذه المخلوقات قادرة على البقاء على قيد الحياة لآلاف السنين عبر الالتصاق بالأشياء حولها ودخولها في عملية بيولوجية توقف من خلالها عملية التمثيل الضوئي. فعندما تنظر لإحداها فإنك تنظر إلى مخلوق قد يكون موجودا منذ بداية البشرية على الأرض وحتى نهاية الزمان. الحيتان، يعتبر الحوت أقدم الثدييات الحية على الإطلاق، إذ أن معظم الأصناف المعروفة من الحيتان كانت على قيد الحياة منذ أكثر من 70 عاما. ووفقا لموقع بابيولار ساينس، فقد اكتشف العلماء آثار إصابة على بعض أصناف الحيتان تعود لأسلحة استعملت في أوائل القرن 19، ويبلغ عمر أقدم حوت معروف حوالي 211 سنة. ولكن وفقا لمركز الأبحاث فقد تم تأكيد أن هناك أنواعا من الحيتان تعيش في أعماق البحار المظلمة تعود لآلاف السنين من الآن، وستبقى هناك إلى ما شاء الله. القناديل الخالدة، مجموعة صغيرة من قناديل البحر الشائعة تعرف باسم ترويتوبيسيس داهامي، أو كما يشار إليها بقناديل البحر الخالدة. هذه القناديل تمتلك ميزة تجعلها قادرة على البقاء على قيد الحياة حتى نهاية الزمان، وذلك عن طريق عكس عملية الشيخوخة وفقا لما ذكرته ناشونال جيوغرافيك. فإذا تعرضت هذه القناديل للمرض أو الإصابة فإنها تعود بنفسها إلى مراحلها الجنينية الأولى خلال 3 أيام، حيث تتحول خلاياها إلى خلايا أصغر سنا، ثم تنمو في نهاية المطاف لتصل إلى مرحلة البلوغ مرة أخرى. وهذا يعني أن دورة حياتها باقية إلى آخر الزمان، إلا أن يشاء الله موتها. جراد البحر، هناك نظرية شغلت الأوساط العلمية عن ما إن كان جراد البحر من الحيوانات الخالدة بيولوجيا، والسبب أن موتها عادة ما يكون بسبب المرض وليس الشيخوخة، إذ تشير التقديرات إلى أن جراد البحر الذي غزا فيما مضى ساحل نيوفنلندا بلغ من العمر 140 عاما، ومعظم الذكور منهم كانوا على قيد الحياة في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، بينما تعيش الإناث منهم في المتوسط 54 سنة. ويمكن لجراد البحر أن يتكاثر طيلة فترة حياته حتى يموت، أي أنه لا يموت مهما بلغ من العمر، بل يموت عند المرض أو الصيد. السلاحف، عرف عن السلاحف العديد من القصص والأساطير القديمة، إلا أنها في الحقيقة مخلوقات تعيش لقرون طويلة، وكانت الأبحاث قد وجدت أن أعضاءها الداخلية لا تشيخ مع الزمن. وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السلاحف قادرة على البقاء على قيد الحياة طالما أنها تتجنب الحيوانات المفترسة والمرض. الديدان المسطحة المتجددة، وهي نوع من الزواحف العجيبة لها قدرة غريبة على تجديد نفسها إن تعرضت للقطع، إذ يمكن أن يتحول الجزء المقطوع إلى دودة جديدة، وهذا التجديد ينطبق كذلك على الشيخوخة والأنسجة التالفة، حيث أنها بعد أن تصل لمرحلة الشيخوخة تتجدد خلاياها من جديد لتعود إلى مرحلة الشباب مرة أخرى. البكتيريا المقاومة للإشعاع، بكتيريا دينوكوكوس راديودوران هي بكتيريا مجهرية دقيقة مقاومة للإشعاع. ليس ذلك فحسب، بل يمكن أيضا تسميتها بالبكتيريا التي ولدت مع الأرض وستموت بنهاية الأرض أيضا. تمتاز هذه البكتيريا بامتلاكها حمض نووي يحمل صفات مميزة تبقي البكتيريا على قيد الحياة في ظروف يستحيل العيش فيها، كالظروف الجافة والباردة والحمضية والخالية من الأكسجين أيضا.
ويمكن أن تتحمل هذه البكتيريا إشعاعات بقوة 1.5 مليون راد من أشعة جاما، وهي أكثر 3000 ضعف من المقدار الذي يقتل أقوى إنسان على وجه الأرض.